بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وحاينا بالله عشر ذي الحجة مالمه توبنك أها ومالمه آدي آدي قاري موي هدان هيدا كمسلمين تاع من الباء انجو نبا مالمه وحي جمع سدين عبادات آد أفر بضن وحي جمع سدين صيام صلاة صدق إيا حجكي مركا أعماشي وناك سيد إنسو بنيني إنا الله بالله أدام فضي آد فربضن إلا ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم وحيره ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر مجرته مع المهن طبنك عمل لبربر لغيه إلهي أكتس مجرته صحابة وحيوه دين ولا الجهاد في سبيل الله مركز حيوه ولا الجهاد في سبيل الله إلا هالقف مينه رجل خرج بنفسه وماله قف نفتي سي مالك سي اسكدر موين ولم يرجع من ذلك من شيء او حبا الله صلى نفي نفيس اسكدر اذا واحد دريم كرتا مهمه اي لهي 10 كا معلومات ان ان كفايديسن وي كوبن هين معلومات سدو كليت حديث جابر بن عبدالله افضل الايام في الدنيا هذه العشر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سدو كليت ابن تيمية رحمة الله عليه مروكها اللي قالوا ويتي فتاوي واسوي ليها وحيري وعلى سؤال لو يديه بل كورا رمضان كتبنك قدام بيه إذا الحج تبنك وهرج وكاس وحكو جوابي تبنك هدي لقتري هبين وحافظي بدن رمضان كتبنك قدام بيه هدي ما أنا لقتري أنا وحافظي بدن مال مهان تبنك طبعاً كاسي وحاكو جري ليلة القدر طبعاً كانوا وحاكو جري هاتقرن كرتين با ما ننتي سقالات إما المها آيتك أقاليه لغونا دعفو الذنوب تا سندك تغيي سندك سوص عضب مركا ومالين مالما يرو كوباً عمل كينا الله باللابنو عبادات كبد سنو طبعاً اللي إيمانو أيان مهم إنوه وجزاكم الله خير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته